بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. لو انت او انت عندك مشكله في موضوع الزواج، اللي هو عاوزين نفتح باب الزواج، باب الاسمه، يعني اسمه الزواج، يعني نفتح نصيبنا ونفتح حالنا لو في معوقات، لو في معوقات مش طبيعيه، معوقات فيها تدخل شيطاني او انفس شيطانيه او انفس مريضه. مجربت النهارده تكون معانا. الغنى عن العباد، للغنى عن العباد ووفرة الرزق، يعني انت بتلجأ للغني، هو العاطي وهو الوهاب، بنلجأ الى الله عز وجل، فبندعو الله بانه يفتح علينا ويوسع لنا في ارزاقنا. ايضا من فوائدها اللي هي البركة في ما اعطاه الله لنا، يعني عطاء ربنا لنا الله عز وجل يبارك لنا فيه، من مال، من عيال، من صحة، من جمال، من اي شيء، من اي شيء من عطايا الدنيا الله عز وجل يبارك لنا فيها. من رابع حاجة القبول عند العباد، يعني انك انت يبقى لك قبول، الناس بتتقبلك، روحك بتبقى طيبة، لانك انت في حال الذكر بيبقى في انوار رحمانيه وتجليات من الله عز وجل، وتجليات الذكر وانواره بتبقى موجوده او ملازمه لك، يعني بتكون لك هاله نورانيه بتجذب ارواح الطيبين الصالحين لك، فبتكون محبوب عند العباد ولك مكانه عزيزه. حتى بعد كده في مجربه هنذكر فيها او نتكلم فيها عن اسم الله العزيز. مجربه النهارده هي ورد اسم الله الوهاب. طيب الورد ده ترتيبه ايه او هنذكر بيه ازاي؟ اول حاجة الاستغفار، هو سيد الدعاء. الاستغفار بتستغفر ربك باي صيغة انت بتحبها، استغفر الله العظيم من كل ذنب علمته او لم اعلمه، استغفر الله العظيم، بس انت اللي انت يعني بترتاح اليه وتركن اليه. بعد كده هنقول الاستغفار 99 مرة زي ما قلنا، الصلاة على الحبيب بأي صيغة، وأنا أفضل صيغة الصلاة الإبراهيمية في وردنا ده اللي هي في التشهد النص الثاني في من التشهد، اللهم صلي على محمد وآل محمد، اللي هو النص ده هنقولها 33 مرة. بعد كده مجموعة الآيات ديت اللي هي الآية رقم 8 من سورة آل عمران، اللي هي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، صدق الله العظيم. دي الآية رقم 8 من سورة آل عمران. اللي بعدها الآية رقم 9 من سورة صاد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، صدق الله العظيم الوهاب. بعد كده هناخد الآية رقم 35 من سورة صاد، قال رب اغفر لي، هذا جزء، الجزء الثاني، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نفهم إيه الموضوع، أدخل من الغفران وبعد كده العطاء من الله سبحانه وتعالى وهو الوهاب. بعد كده الآية رقم 83 من سورة الشعراء، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، الآية رقم 83 من سورة الشعراء. بعد كده سورة إبراهيم آية رقم 34، وآتاكم من كل ما سألتموه، الختم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تمام، يبقى كده مجموعة الآيات دي كلها هقرأهم مع بعض ورا بعض بالترتيب زي ما قلناهم 33 مرة. طيب بعد كده هنقول أسماء الله الآتية بنفس الترتيب، هنقول الوهاب الكريم الكافي ذي الطول، هقولها 99 مرة. طب نقرأهم امتى؟ افضل وقت للذكر يا جماعة هو وقت السحر. طيب انا مش مع ظروفي مش سامحة، يبقى بعد صلاة الفجر، بعد ما اصلي الفجر واجلس يعني مستقبل القبلة وبذكر الورد اللي قلناه ده، ورد يومي ثابت على طول. طب هيقول لي عدد الايام مفتوحة، ده ذكر لحين انت مش هقول لك لغايه لما ربنا يعطيك، لغايه لما صام وصلى الامر كان يطوف، لما قدر الامر صام ولا صلى، لا هو ذكر، خليه ورد لك لحياتك على طول، مش هيجرى لك حاجه، بالعكس هتزيد نور وهتزيد بهاء وهتزيد جمال وهتزيد هدى وهتزيد تقوى وهتزيد ورع، وهتلاقي طوب الارض بيحبك، المخلوقات
المخلوقات بتحبك. يكفي يعني القطة الهرة أو القطة اللي طلعت للإمام الجزائري بتقبله، بتقبله ليه؟ حست بيه، حست بروحه، حست إن هو في معية إلهية، في نورانية، حيوان أبكم حس بإنسان. فما بالك أنت بقى بالخلق اللي هي بتفهم. فأنت كل ما تكون مع الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يتجلى عليك بأنواره، لن ترى شر ولن ترى ضرر ولن تخشى أي عبد من العباد، إن كان خير ولا إن كان شر، كله هيتساوى معاك، لأنك أنت بتكون في أنوار الله وفي المعية الإلهية. وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.